ما بين الإدارة المنحلة والمؤقتة، وضع غير مستقر داخل أروقة نادي الزوراء مع انطلاق صراع التعاقدات للموسم الجديد لدور المحترفين. الإدارة المنحلة المتمثلة برئيسها فلاح حسن تحاول كسب الوقت والمماطلة في تسليم النادي إلى الهيئة المؤقتة، والمؤقتة اتجهت إلى القانون في فك ارتباطهم عن النادي. والقرار الأهم هو أن كاتب العدل بإقرار جديد سيتم تسليم النادي إلى الهيئة المؤقتة على ذمته. صراع السلطة مستمر حتى بعد انتهاء تطبيق القانون، سيما أن إدارة فلاح حسن لوحت بالذهاب إلى محكمة كاس لتقديم الشكوى والطعون. بعض القانونيين يؤكدون أن تقديم الشكوى والطعون يشير إلى تدخل سياسي، وهو ما سيؤدي إلى عقوبات ستضرب الكرة العراقية.